الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده بقى ربطور من رجلي اليمين اللي قدام اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، رفعها خلص. اطلع كده، اطلع بره، اطلع. العرش دي من انت يا محمد؟ الزبو. طب اربط يا سيد، اربط يا عم، اربط وقص. بسم الله الرحمن الرحيم، ننظف ونظبط يا عم الحاج عشان خاطر المعلم محمد عبد الله عدروسي. قولي بسم الله. يا ايوه يا ام السيجا. ايه تعبان الله يخليك. قلت لك خلي امها تروح تاخد الحوض. ما تروح، خليها تلبس وتروح النهارده. ما اعرفش فين هذا. الورق هناك عند البيت. لا الورق هناك. يخاف على امها؟ امال ايه؟ ماما خدت قبل كده حلو. اس مش انت بتخاف على امك؟ ايه روح تخاف على امك؟ الصبيان مش زي البنات، اعمل حسابك فيه. صح. دايما قلبهم جامد شويه. ايوه يا عم. تبهدلي يا محمد. بتاعتنا كانت خفيفه عن كده. بتاعتكم كانت خفيفه. طبط على طول؟ الحمد لله. بعد الحدوه صح؟ ولا ما كانش راكب لها حدوه؟ لا عملت لها. ده ريحه لسه ما ظهرتش، ده لسه رجليها فوق بايظه اهي. ربنا يكرمنا بالصاروخ. هو الصاروخ؟ صاروخ كهرباء بتاع الشغل ده. هو فين؟ ان شاء الله يجي لنا واحد من امريكا، واحد مكلمني وهيبعت لها واحد. والله كلام حقيقي، قال هبعت لك واحد هيسمع الفيديو ده ويشوف. يعني انت بتشوف؟ لا قول كده، انت بتعمل مصلحه لنفسك. خلاص يا محمد مش تحاسبه. بقول انت بتتعذب، تتعذب في الشغل. قلت له والله بتعذب عشان خاطر الحيوانات المسكينه ده. كل ده عالي، ده كل ده عايز ينزل. طب انت سكت عليها كده ليه؟ حاج محمد ما انا كنت بقول في رجليها لورا من اللي ورا والورا دي. لا محمد، في عندك دم في ركبتها ورا مورم رجلها خالص. لا الورا ماليش دعوه، كل التعب هنا. تعب. طب والورا تفضل كده زي كده؟ جايبه طبعا اهو مصوره، ما يهمكش. بسم الله ما شاء الله. اشتغل بس. عندنا شغل هنا اهو. لما ربنا ايه يبعت لنا الصاروخ. شغالين يدوي. يدوي. وانت بتصور صوره كمان؟ ربنا عندك. الشغل دي من كام سنه؟ من 100 سنة الشغل ده. بس هو النبي عازم كوس لدرجة زي خرج ولا يفتح. خرج فين؟ بس دي غازة زلطة. السيجا عملت خراج. السيجا بس. بس بسم الله لازم تتعامل صح، مفيش حاجة غلط ان شاء الله. بس شوف الجلة دي، حاول بقى ايه ترحم الجلة من البهايم. يعني الجلة دي هي اساس القرف. طب نعمل فيها ان شاء الله، نربطهم طلعها طلعهم في الشقة. لا بس مبمص. لا ان شاء الله طلعها فوق يا حاج. ما هي الجلة هي البهايم اللي ايه؟ طلعهم فوق، طلعهم تحت. انا بقول اللي عليا ان الجلة ديت تتعب الضوافر. يعني هو الضوء يتكنس بس يعني ما بقاش حرام. ان شاء الله تجيب لهم بعمات اكسجين. شايف الجله؟ الجله دي غلط على الضوافر. غلط، انا ما قلت اللي عليا. وانت حر. ماشي يا عم، انا معطله دين ابويا اهو عشان اصورك على النت اهو. ما فيش فلوس يا زلمه، يبقى شغل ان شاء الله ما فيش هندسه ولا حاجه خالص. كل الناس بتقول ما فيش فلوس اهو، يا ساده المشاهدين هم شاهدين على كده. مش دخلنا النقطه اللي بعت لها. مفيش فلوس. واحد النهارده بيقول لي ده انت كفايه بتروح لهم عند البيت وتعمل لهم بهامتهم. لا ده احنا ناخد بالنا، ده لك الشقه فوق تعملها يوم.
وكتر خيرك اللي انت بتروح والناس بيقول لك مش واخد فلوس. خلاص فاضي حاطط بتقف على السكه كتير بالموتوسيكل لما نسبه مشاهده وتكلم. شوف المده شوف المده اسمعش كلام حد يا محمد هتبوظ. بوظ من ايه؟ هتبوظ يا واحد عمال يقول لك انت هاجي لك على البيت يعني كل يوم صوت تعبان هاجي لك. مش هاجي لك على البيت يعني؟ انا اللي باجي لكم. طب ما انت لازم تجي لنا امال ايه؟ بتقول مش هياخد فلوس. طب عادا اقول لوجه الله. يلا يلا عند يلا ربنا. شوف مصلحتك روح ابعد تبع من ده تبع ابو محمد الواد ابن مجد. هو مجد معايا صغيرة مجد اه يوسف كل اسمه موسى عفري. ربنا يبارك. اس 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 الأهم الشغل. ها الأهم الشغل يا محمد. تظبط الشغل بقى تظبط الشغل ظبط العمل يا محمد عشان انت طالع على قناة اليوتيوب وهتبقى زيوتك تبقى اوبر متابعينك كتير وشمتك اكتر. الله وكيل كفه يا ابني ما شغال ان شاء الله يا محمد انجز. عدتك زي الزفت العده زفت. الله وكيل الحفر الحديد ابعت له نبع عده لو سمحت. انا بقول عده زفت عشان الناس تعبرك وتبعت لك اهو. والله واحد مكلمني يا عم قاعد في اوروبا شايف اللي بيحصل ورا ده. كل الوجه لله تعالى. في وجه لله تعالى يا حبيبي. ما فيش حاجه لوجه الله؟ لا والله كل هترجع في كلامك يعني؟ والله لوجه الله. الراجل قال لي هجيب لك عده لوجه الله. طيب نشوف. انا مستنى بس اسمح لي تعباك. شوف دي ورمه يا محمد زرقاء. لا ده شكله من اللي جبت الورقه بعد كده اتختم ده حوله انا بقى ختمه تعملها ايه تيجي بكره صباح عبد الله وخدم الشهاده هيجي ده هنكرره اداش ليه يا ابني انا عندي 80 سنه بقول لك انا خايف من الجوج. هو اللي خايف يعني هو عايزها عايز بقول لك انا عايز اخدها عشان كده احنا ما خدناش وخايفين بقول لك عشان القبض تمام ممكن تاخدها من هنا وتموت مرتين هتقبض حاجه خالص يعني هو خايف على القبض مش خايف على نفسه. ربنا يسترها علينا يا رب. اجمد عم محمد لسه كتير يا محمد 10 دقايق بص في التليفون بس عشان ما تضيعش الشغل من اخرها يا صاحبي هسي هسي احنا ما حدش يمسك معانا ولا حد معبرني يعني هنا ما احنا اللي هنا معاك اهو ده عايز اكتر من كده الدار كلها حواليك الدار كلها حواليك صحيح. اعمل مؤكد كده 5 دقايق عمال برضه يقول كده برضه زبرته عمره ما عملها ولا ما عملها بتاعتنا ابدا زبرته النظافه دي كلها ما حصلت ما حصلش اللي بتاعتكم ما حصلتش. طب قول والله طب حطيت لها قول لها مرهم على النت قول انا بتكلم سنه صح. طب انا كل ما حطينا مرهم حطينا كل حاجه ظبطني تسلم ايدك يا حاج محمد. ما بيقول لك كده ليه بقى؟ نضحك بس يا عم. اجمد يا سيدي اجمد يا سيدي عشان ايه؟ احنا خلصنا اهو هنحط لها بس رجله كده عشان نعرف نساوى ايدك كده نساوى الرجله ده يلا شايف الرجله من فوق لتحت هي هتفاجئ المصنع سامي ويخلص تسويق. لا لا حتى ثورة انت بتصور محمد كده هبطنا طبعا دقوا المسمار اهو تعبها بس هو في الحافر نرجع نقول في الحافر بس 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 يا ست الكل اقلها خبطه بتوجعها بس ايه بسم الله ما شاء الله على الحافر والحافر ده هنقلمه دلوقتي وهنلبسها الشراب وهنربط عليه خلاها قبله وربنا يبعت الشفاء يا رب. هي الحدوه بتركب اهي هي اسم الخفيه بس هي البقره دي عندها شويه التهابات هنا من الخراج والمسامير هنا برشامه اهي وبسم الله ما شاء الله بتطيب هكلمها الوقت وهوريك وربنا يبعت الشفاء يا رب الشفاء من عندك. دي المسامير في الحافر المسامير مش في اللحم في الحافر والبقره بتطيب على كده اه يومين اثنين ان شاء الله يومين اثنين وبتطيب ربنا يستر دعواتكم لنا بالشفاء العاجل ربنا يكرمنا ونجيب الصاروخ والعده الكامله الحديثه. عملت فيها الحدوه واتقلمت واتظبطت وادي المسامير البرشامه اهي وادي التانية هنقلمها برضك ونظبطها دعواتكم لنا بالشفاء العاجل. هي بقرة مجرفة الله وكيل تعبتنا
على هجيل لك الدين. طبعا هنحط لها بقى حتة المرهم لان هنا التهابات شديدة، لازم مرهم، مرهم مضاد حيوي كمان. رجال في ايدك الشفاء. ولازم تروح تجيب لها حقنة بنسلين ولا حاجة. فوق يا ابو المرهم حط هنا. لا لا حط المرهم هنا. فين يا محمد؟ هنا على حتة الالتهابات ده. ده اللي ربطها بعد ما خلصنا فوق الحدوة برضه. ايه ده؟ هتجيب الشراب ولا كده كفاية؟ هيا نشوف الشراب. هات الشراب يا عم. جعلها بالشفاء ان شاء الله. رباط 100 100 بسم الله ما شاء الله على الرباط ده. شد برا كده يا ناصر. تعمل منه قول ابوني ولا شد برا يا ناصر كده شد شد برا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين يعني ايه الله يبارك له يا رب ابو هلال. لبس الشراب ده صح. الله يبارك له ابو هلال بيلبسك شراب هون، وانت اهم حاجه عندك ده نسبه المشاهده والناس يعني ايه ابعتوا له العد. حاجه بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا حاج. جيب لها بنسلين سائل وتديها 3 ايام ضروره عشان الجرح. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده خلصت اهي والضفره دي تتقلب. الشراب شرابها اتربط ازاي؟ ده شرابها بلاستيك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا فندم. طيب هتدوس وتطب الصلاه على النبي.